آخر فيديو حملته لكول أوف ديوتي موبايل طور الزومبي وصل فوق 100,000 مشاهدة، ولقيت إقبال جدا كبير من متابعيني على اللعبة، فقلت بهالفيديو راح أشرح لكم جميع الألغاز الموجودة بكود موبايل زومبي، وراح أشرح لكم كيف توصلوا إيد البلاي ستيشن، لأنه جتني كتير تعليقات وأنا بشار كيف موصل إيد البلاي ستيشن وكيف قاعد تلعب فيها. فيلا خلنا نبدأ. طيب خلينا نبدأ بشرح كيف توصل يد البلاي ستيشن وتلعب فيها بدون أي مشاكل. أول شيء لتشبك الإيد كل عليك تسويه إنك تضغط زر البلاي ستيشن وزر الشير مدة 4 ثواني مثل ما شايفين قدامكم، بعدين راح تلاحظ إنه ورا في أضوية بيضاء عم تطلع هيك. إذا طلعت الأضوية البيضاء يعني الإيد البلاي ستيشن جاهزة لتنشبك مع أي جهاز تاني. روح على الموبايل عندك، فوت على البلوتوث واعمل سكان، راح تلاقي كاتبينك دول شوك 4 وايرلس كنترولر، اضغط عليه بكل بساطة راح يضغط لك انه كونكتد وكل شيء تمام. طيب الحين بس شبكة يد البلاي ستيشن راح تلاقي لو صار انه طلع ضوء احمر ورا او اي ضوء ثابت راح تعرف انه شابكة، ومثل ما ملاحظين بالقائمة اليد مو شغالة. انا حاليا بالقائمة قاعد اضغط يمين يسار ما في شيء شغال، لازم بالتاتش لازم تلمس الموبايل وتفوت جوا اللعبة. بس تفوت جوا اللعبة راح تشتغل معك اليد بدون اي مشكلة. لقيت بعض الناس عم يحكوا انه معهم مشاكل التحكم نوعا ما خربان، صراحة ما صارت معي هالمشاكل، انا كل الازرار شغالة معي باحسن ما يكون. بس دورت على النت شفت انه بعض الناس كان عندهم مشاكل وبعدين الشركة سوت باتش بسيط وعدلت هالمشاكل، فالمفروض حاليا ما حد يكون عنده اي مشاكل. طيب خلينا نبدأ بشرح حال الغاز حاليا. بس تفوت على اللعبة بالقائمة رح تلاقي فوق على اليسار عندك هاللمبة مثل ما شايفينها قدامكم، لو ضغطت عليها رح تطلع لك هالصورة مثل ما شايفينها. هالصورة فيها جميع الالغاز اللي موجودة بكود موبايل زومبي، تقريبا 4 أو 5 ألغاز، وكل ما تسوي لغز راح يطلع لك صح قدام اللغز اللي حليته. وقبل ابدا باللغز الاول، كود موبايل زومبي ما فيها اسماء مناطق مكتوبه على اليسار نفس بلاك اوبس 3 او 4 على الكونسول، فانتبهوا مكاني بالخريطه انا وين لو ضعته. طيب اول لغز في قطعتين لازم تجمعهم، اماكن قطعتين المكان الاول ممكن تلاقيه هون فوق البوكس مثل ما شايفينه قدامكم، انا لقيتها بالبوكس. اذا ما لقيتها بالبوكس بتلاقيها على الطاوله البيضاء الموجوده هون، اذا ما لقيتها بتكون بالمنطقه الموجوده بالنص يعني هون ورا الطاوله البيضاء ممكن تلاقيها، اذا ما لقيتها هون على الطاولة البيضة هي على اي طاولة بيضة، او ممكن تلاقيها على الرف ورا مثل ما شايفين هون. اذا ما لقيتها على الرف مثل ما شايفين هون ما لقيتها على الرف، روح ودور على الطاولات البيض الثانية هون ما في مثلا، راح لقيتها هون موجودة. فبالنص راح تلاقي كل القطع الا مكان واحد راح تلاقيه فوق عن منطقة البداية، يعني لو دورت بالنص وما لقيت القطع ابدا اطلع فوق وراح تلاقي مكان الها. فالمهم بس تجمع القطعتين، تعال على المكان اللي شايفينه قدامكم حاليا، عمر القطعتين عند البوكس الاحمر وبعدين فوت جوا الغرفة واضغط مربع وراح يوديك على منطقة جديدة بالماب اللي هي منطقة زيتسوبونوشيما، ولو ضغطت على اللمبة اللي فوق وشيكت الصورة راح يطلع لك صحين على هالاشكال، لان اول شيء جمعت القطع وثاني شيء فتحت الغرفة السرية. بس رحت على المكان السري، تعال على هالغرفة انتم شايفينها قدامكم، راح تلاقي في ورقة هون اضغط عليها مربع، ما في داعي تقرأ بس اضغط عليها مربع واطلع. وبعدين لازم تطق على الاحجار الموجودة بالارض، الاحجار الزرقاء نفس ما انا قاعد اطقها، طق على حجرة راح يطلع لك جذوع منها، بس يطلع جذوع منها اطلق عليها مرة ثانية عشان تفقعها او تقتلها او شيء من الكلام. فانتم شايفين اول شيء طلقة طلقتين حتطلع لها جذوع بعدين فقعها، اماكنهم يتغير عادي انت يكون عندك اماكن غير بعض بس كلهم موجودة بهالحجرات شايفينها قدامكم. فراح تضطر انك تفجر 4 أو 3 منهم، وبس تخلص راح تسمع مثل صوت انذار او صوت جهاز غريب، بس تسمع اطلع من الغرفة روح للغرفة الثانية بتشوفينها قدامكم حاليا، وراح تلاقي عندك مثل جهاز طلع منه ضوء احمر اضغط عليه وبهيك كنت خلصت من خطوة تحويل البوس. البوس الاصلي هو عقرب وحولته للشجرة، وبس تشيك الصورة راح تلاقي انه صار عندك صح على الثلاث اشياء اللي موجودة بالنص حاليا، وباقي لنا كم لغز بسيط ونكون خلصنا كل الالغاز الموجودة. طيب اللغز اللي بعده تعال على هالمنطقة انتم شايفينها قدامكم، شوفوا مكان على الخريطة اذا كنتوا مضوعين، وراح تلاقي في مثل مقلاية تقريبا 4 مقالي او طنجرة او شيء من الكلام لازم تطلق عليهم، هالمكان الاول والثاني المكان الثالث هون والرابع هون، كلهم بهالغرفة جدا سهل، بس اطلق عليهم باي ترتيب معين، وبس تطلق عليهم اطلع برا وراح تلاقي في مثل حجرة زرقاء موجودة بالارض نفس اللي كنا نطلق عليها من شوي، اطلق على الاولى راح تختفي لبرا، اطلق على برا راح تختفي للمكان الثالث شايفينه قدامكم حاليا، بعدين امشي قدام وراح تلاقي الحجر الاخير موجود هون، اطلق عليه وراح تلاقي انه طلع لك حجرة اخيرة هون، اطلق عليها ومكان
الحجرة الأخيرة راح يطلع لك دث ماشين وبهيك بنكون خلصنا من الخطوة. الأماكن نفسها ما راح تتغير من جيم لجيم، نفس الأماكن بالضبط راح تكون عندك، وبس شيق الورقة راح تلاقي إنه صار عندك صح تحت على اليمين. اللغز قبل الأخير هو الراديوهات، في راديوهات لازم تطلق عليها، بس هذا الراديو الأول مش شايفينه قدامكم، مكانه على الخريطة واضح إذا كنتم ضايعين، فأطلق على هالراديو راح يطلع كلام ما في داعي تسمعه، اسحب روح على المكان الثاني هون راح تلاقي برا عند الشباك اللي بيطلع منه الزومبي في راديو، اطلق عليه هاي خلصنا الراديو الثاني. الراديو الثالث عند منطقة المقالي اللي شفناها من شوي، اطلق عليه هون وراح يطلع لك كلام. الراديو الرابع راح تلاقيه موجود عن منطقة، كنت بحكي لكم منطقة الجقر بس البركات تتغير، عن المنطقة هون مكان على الخريطة واضح، اطلع عليه راح يطلع لك كلام. والراديو الأخير موجود جنب منطقة اللي حولنا فيها البوس على يمين الجهاز بالضبط، اطلق عليه وبس بتكون خلصت من الخطوة. شيق الورقة اللي عندك حاليا راح تلاقي عندك صح على صورة الراديو. اللغز الأخير هو لغز التيدي بير أو الدبدوب، في أربع دبديل لازم تطلق عليها، المكان الأول هون شايفين برا الماب، المكان الثاني كمان برا الماب ورا البيرك راح تلاقي هون، أطلق عليه طلقة طلقتين وراح يختفي. المكان الثالث عند هالمنطقة انتم شايفينه قدامكم، راح تلاقي على يسار سلاح على الشباك تحت، أطلق عليه. والمكان الرابع والأخير كمان برا الماب عن هالمنطقة انتم شايفين قدامكم راح تلاقي فوق، أطلق عليه وبس. للأسف ما في غنية، ما راح تشغل لك غنية نفس المتعودين عليه مع لغز الدبديب، بس راح نحط لك صح عن صورة الدبدوب، وبهيك بنكون خلصنا من جميع الألغاز الموجودة بكود زومبي. طيب ممكن حد يقول بشار خلصنا كل ألغاز شو راح نستفيد حاليا؟ للأسف ولا شيء، يب ما في أي جائزة، ما في أي سلاح، ما في أي شيء، بس إنه خلصت كل الألغاز الموجودة بالماب. فأي شباب هذا فيديو اليوم، أتمنى يكون عجبكم، أتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تدعم الفيديو بزر لايك، شاركونا بالتعليقات أراءكم، وبس كان معكم شركيات شركة كيش كم ديها التاني إن شاء الله، مع السلامة.